اليوم نحتفل كباقي أمازيغ العالم برأسنا الأمازيغية تحت شعار من أجل ترسيخ رأسنا الأمازيغية عيدا وطنيا مؤدا عنه، وهذا حقنا أعطاه لنا الدستور، ونلح في طلبه بكل ثبات وبكل نضالية. هذه السنة كسرنا كل الحدود ليشمل حفلنا المغرب الكبير، حيث وجهنا الدعوة لأشقائنا في الجزائر وتونس وليبيا ومالي والنيجر، وحضرت معنا دول أخرى كالكونغو والغابون. رسالتنا هي السلم في شمال إفريقيا، ننشد التعايش، ننشد السلم، ننشد الوحدة بين شعوب شمال إفريقيا، لأننا نحب السلم والسلام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نريد تكريس المبادرة الفعالة التي قام بها صاحب الجلالة مع أشقائنا الجزائريين في مد يد الحوار وفتح الباب على القضايا التي تجمعنا. نحن بدورنا كمجتمع مدني ننزل هذه الفكرة بقوة، وسنعمل على نشر الثقافة الأمازيغية في شمال إفريقيا، وكذلك على التعايش بيننا وبين أشقائنا حتى نصبح وطنا كبيرا بدون قيود، بدون حدود، وبعملة واحدة، ولما لا بلغة وتعايش وسلم دائمين. كل سنة طيبين، سنة أمازيغية إن شاء الله مبارك على كل شمال أفريقيا وعلى كل العالم. طبعا إبراهيم مخلوف من أمازيغ ليبيا، رئيس مجلس الأعلى السابق لأمازيغ ليبيا. جينا للمغرب باش نشارك قوتنا في رأس السنة الأمازيغية، على أمل أن استرداد الهوية الأمازيغية إلى مسارها الطبيعي. في السابق طبعا ما كانش الاحتفالات، كانت خجولة في الدول. الآن في مشاركات من ليبيا ومن مالي ومن نيجر ومن الجزائر ومن تونس وكل الأقطار الأمازيغية. جينا لنقول نحن سكان شمال أفريقيا هويتنا أمازيغية، نقبل بالتعدد، نقبل بالتعددية اللغوية والثقافية، ولا نقبل بالإقصاء والتهميش، والضروري رجوع هوية شمال أفريقيا إلى هوية الأمازيغية. وكسنا طيبين وسوق سامنكس. بغيت نسولك، ممكن تكلم هوية المغرب أمازيغية أو الجزائر أمازيغية؟ يفترض في الجوار أن يكون هناك حسن جوار بين جميع دول العالم، وخاصة أن هناك روابط قوية بين المغرب والجزائر، رابطة الدم، رابطة الجغرافيا والأرض. كنتمنوا سنة أمازيغية سعيدة للجميع، وخصوصا هذه السنة التي كيتميز بحضور دولي. الحمد لله ما بقاش مهرجان وطني ولا مهرجان دولي، حضور أكثر من 7 دول إفريقية أوروبية، كاين أمراء من إفريقيا، أمراء من أوروبا، معنا حفيدة القيصر الأخير في ألمانيا اللي ما كتحضرش بزاف في إفريقيا، أول حضور لها في إفريقيا، وشرف لنا أنها تحضر معنا. كنتمنوا للجميع سنة أمازيغية سعيدة، وكنشكروا الحضور الكريم اللي الحمد لله القاعة مليئة أكثر من 1600 شخص، ماشي سهل باش نجمعهم في رأس سنة اللي هي أمازيغية، وكنتمنوا أنها ترسم وتولي عيد وطني إن شاء الله. Bien, je réponds au nom de Paul Sapou. Je suis défenseur des droits de l'homme. J'exerce au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui est une grande organisation internationale au monde et basée à Paris. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, au cœur même de l'Afrique. Et voilà, je suis ici invité pour venir encourager les Marocains dans une initiative d'intégration culturelle au niveau de la culture amazique. Aujourd'hui, le Marocain fête le nouvel an amazique, qui veut dire tout simplement la reconnaissance de la culture amazique pour laquelle l'Afrique a aussi besoin comme exemple. Aujourd'hui, au niveau du Grand Maghreb, il y a des valeurs qui se recoupent, qui se ressemblent. Il y a ici des gens qui sont venus du Mali, du Nigeria, d'un peu partout, un peu plus loin, même du Gabon.
pour soutenir cette belle initiative qui sert d'exemple, puisque le brassage de la diversité culturelle, lorsque cette diversité est une richesse, permet également de promouvoir la paix sociale et également le développement. Voilà pourquoi ma présence ici, c'est pour encourager cette belle initiative. ولاية تيجاني سابيو جاية ضيفة من نيجيريا وكنتمنى سنة مزيغية سعيدة بهنا وكل شيء وفرحانة بزاف فرحانة بزاف بالوجود ديالي معاكم هنايا وثانك يو. أول مرة غنشارك في مهرجان السنة الجديدة الأمازيغية، أول مرة غنشارك فيه في المغرب. كانوا كيعيطوا لي شحال هادي، عيطوا لي الوزازات، عيطوا لي، ولكن كنكون في فرنسا ما عنديش الوقت باش نمشي. ولكن هذا العام رأس العام هنا في المغرب، واتصلت بيا ديك الجمعية ديالنا ديال فاس، أول مرة غادي نشارك في مهرجان السنة الجديدة الأمازيغية. والحمد لله أنتم شفتوا الإقبال كي كان، شفتوا الخدمة كيفاش دايرة، وشفتوا سنة سعيدة على كل جميع المغاربة من طنجة المغويرة، سنة أمازيغية، أما بونايا خسر باين ديال سنة أمازيغية دخل علينا إن شاء الله جميع المغاربة بالهنا والصحة والسلامة والاستقرار وصحة سيدنا الله يسلم. كلمة بالأمازيغية. سوق سماينو إجماع إمازيغ ندوى عرب المغرب كلشي عندي قلاد. لحظة كاين شي جديد عندك؟ جديد كاين إن شاء الله. جديد كاين ديال اغنيه شعبيه خليك طبيعيه راه كيزوينه بلا ما دير المكياج زين كاين المغربيه كلشي راه كيتمنى الزواج وكاين عاوتاني بالامازيغيه عندهاش المسكينه وعندهاش اويلا كاين المسكينه اويلا تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس